بسم الله الرحمن الرحيم وبالله التوفيق للجميع. بدأت المباراة، يراقب المباراة فنيا مثيب الجعيد وإداريا حمود الغميز، وضربة البداية اتجهت الآن إلى أحمد الدوخي وإلى فهد المفرج. عبد الله الشريدة على يسارة إلى خميس العويران، الرشودي طويلة من رشودي، سامي الجابر اللي معدي، سامي معدي من مالك يحاول يعدي أيضا، وضربة زاوية مبكرة لصالح الهلال. سامي الجابر ضربة زاوية هلالية مبكرة عند خالد التيماوي، يتقدم الشريدة والمفرج، ويبقى الرشودي يراقب حسين هادي. 41 ثانية، خالد التيماوي ضربة زاوية باتجاه الشريدة ومن مضحي، وفي خطأ الدفع لصالح النصر، رمية جانبية هلالية. سامي الجابر يطلب الإذن من الحكم بالدخول، ورمية جانبية هلالية. إذا استمر الفريقين بهالوتيرة المتنامية هجوميا فإن شاء الله نطمع أن نشاهد أهدافا. اللعب سامي الجابر حاول يعدي، يقود هجمة هلالية، يحاول يهيئ نفسه وفي خطأ لصالح، خطأ على مدافع النصر يحتسبه يوسف العقيلي، والواقع أيضا أنه في مكان خطر، واعتراض من إبراهيم ماطر، خطأ في مكان خطر. شوف إعادة لهذا البطيء، لا لا لا، يعني يا إبراهيم اسمح لي، الحكم رأي سليم. شوف عزيزي المشاهد، الجمعان مدفعجي نعم، الجمعان لاعب خطر نعم، لاعب شويت نعم، لكن بدون دقة برا. إذا ركز وأعيد، إذا ركز في خطره، أعيدها مرة ثانية وثالثة وألف، إذا ركز فيها كلام ثاني الكرة هذه، لأن الولد ما شاء الله إمكانياته عالية، لكن اللي شايفه عنده قوة في التسديد بدون دقة، أقل قوة وأكثر دقة تستفيد منها. سامي الجابر أيضا يقرب، يا مالك واقف قدام الكرة. شوف المدربين، يعني بغض النظر عن رأي الجمهور، والله ما يهمني لاعب، لا المدرب يحسب الكل إمكانيات اللاعبين. الجمعان 10 دقائق، قلنا في بداية المباراة أنه مدفعجي هلالي، نشوف سامي الجابر يعدي عنها والجمعان يسددها، وبحياة الصد بحياة الصد، قلنا بدون تركيز شيل من بالك تستفيد من الأخطاء نهائيا. عبد الله الشريد يقود هجمة هلالية، لعبها للجمعان، حاول يعدي عبد الله مع مصطفى دريس، وأيضا مع اثنين من مدافع النصر. عرضية لعبها وين؟ للتيماوي اللي مهيئها لسامي، تتيل التيماوي والتيماوي والمضحي، خطرة 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 خطرة، واحدة من أخطر الكرات في المباراة حتى الآن، حلوة جدا من التيماوي، وعرضية جميلة من الجمعان، وضربة زاوية هلالية. التيماوي مع أحمد الدوخي لعبها عرضية أيضا باتجاه الجمعان بالرأس إلى يد مضحي الدوسري، مضحي طويلة لحسين هادي ولكنها بعيدة جدا عن حسين وإلى خارج الملعب. شوف إعادة لكرة التيماوي، لعبها وانتهت إلى ضربة زاوية. أحمد الدوخي يقود هجمة لصالح الهلال، إلى أحمد يقود هجمة أيضا على يمين التيماوي، ومقطوعة كرة أحمد من إبراهيم، تلعب منتصف الملعب، حصلها منصور الموينة على يسارة خميس العويران إلى حسين المسعري، حسين لمين؟ لسامي الجابر مع محسن الحارثي، سامي حاول يعدي ومحسن يراقبه، مقطوعة كرة مع أيضا مصطفى إدريس، خلصها مصطفى لحسين هادي يجلي عنها، تروح لخميس العويران، خميس إلى مين؟ إلى الموينع، الموينع إلى الدوخي بعيدة، إلى الدوخي بعيدة، لعبها خميس على يسار الحسين اللي يتقدم، وعلى اليسار طويلة جدا وملعوبة لخالد، عرضية لعبها خالد، سامي الثاني بعد عرضية، ولا أحلى، سامي ما ينغفل.
مدرب النصر، ولكن سامي سجل واعتقد بالتخصص. شوف عاد رحم البطيء، يا حلوه والله ممتازه، والله ممتازه من رشيد، واكثر امتيازا من سامي. سامي الجابر تقدم الهلال الان بهدف للاشي، وقلنا اللعبه الحلوه حلوه بغض النظر عن الفريق اللي سجل، بغض النظر عن من يكسب. المباراه الماضيه اعطانا الاهداف حقها، اليوم نعطي هدف سامي حقه، وسامي سجل هدف حلو بتوقيعه داخل مرمى النصر، كره مقطوعه وفي خطا يحتسبه حكم المباراه على عبد الله الجمعان الحارفي على يسار الابراهيم قويه. الى المنتصف، ملعوبه من منصور لاحمد الدوخي الى التيماوي، التيماوي يحاول يعدي، التيماوي يعدي خالد، وخطا لصالح الهلال، خطا. اكيد مدرب الهلال الحين وده بالجمعان، اكيد مدرب الهلال وده بالجمعان، لكن عنده ايضا يوسف ثنيان، وثنيان شكله بيلعبها عرضيه من خلال تهيئه البسيط، لعبها جميله جميله ده. الكمال والكمال لله في الاتقان الكروي. حلو يا يوسف، والله حلو، نصفق له ومتاكد تحبه او ما تحبه، تحب فريقه او ما تحبه، يعجبك الهدف وشيل عنك الباقي. خدعنا، خدع الحارس، خدع الجمهور، خدع هذا الصد وسجل جول. ايش دليل عليه؟ مخ نظيف، مخ نظيف، وما شاء الله عليه. 2-1 2-1 لصالح الهلال. يا سلام عليك يا ابو يعقوب.